من جانبها أحيت مؤسسة تنموية أربعينية الحقوق وعضو المكتب السياسي لمجلس الإنقاذ الوطني فهم السقاف في عدن، وألقيت خلال حفل التابين العديد من الكلمات التي أشادت بمسيرة الفقيد في العمل الحقوقي والسياسي والإعلامي، وتطرقت إلى أسلوب حياته ومكانته المجتمعية. كان الأستاذ فهمي مثالا يحتذى به في الوطنية والأخلاق والتواضع والعمل المتفاني من أجل تراب وحرية هذا الوطن، فقد ظل طوال مسيرته العطرة يدافع عن المظلومين والأحرار ويواجه آلة القمع داخليا وخارجيا بقلمه الحر الشريف.